كان دايما التصريحات بتاعتهم ايه؟ قصف واستهداف، انما الان يتحدث عن ان قواته مشتبكه اشتباكات عنيفه على الارض. بالفعل يعني في تسجيل منشور وفي مواقع يعني مهمه نشرها لاحد المقاتلين اللي بيقول ان هو جاله تبول لا ارادي من العمليه، وان هو ادمن الخمر، وان هو خرج من الميدان لكن لا زال اثار العمليه موجوده. في حديث مع قائد كتيبه 13 اللي هو تولى ما بين تيمار جرينبرج اللي هو قائد الكتيبة اللي اتقتل، واللي هو عنده عقدة من الشجاعية من عمليات 2014 وهو بردة مقدم. لا، الشجاعية دي بقت عقدة مستمرة للجيش الإسرائيلي. فهو بيقول ان احنا بنحتفل، بيسألوه انت بتحتفل وانكم مبسوطين؟ قال اللي احنا شفناه يعني كان شيء صعب جدا، في كل بيت في سلاح، في كل بيت بيتضرب علينا نار، كاتب شجاعية مستوى أداها عالي. طبعا هو بيصفها بالإرهاب وده طبيعي، يعني ما فيش حد هيصف عدو أنه هو يعني ناس طيبين يعني، لكن كل طبعا خسائر اللي بتطلع على لسان دانيال هجاري المتحدث العسكري الرسمي، احنا متوسط القتلى وصل بيتعدى 10 في اليوم دلوقتي، المصابين بيتعدى 50 رغم ان معلش سيادة العميد يعني استحملني في السؤال ده، يعني انا مش خبير، ولكن حماس بتحارب فعلا؟ يعني حماس بتقاوم فعلا ولا على اصله؟ في ناس كتير تقول لك ايه بيتضربوا إيه